السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر، يقول: لئن أنا لتك الدنيا ثروة وأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر، لقد كشف الإثراء عنك خلائق من اللوم كانت تحت ثوبا من الفقر. زمان أنا في تبوك وجاني رجال ندوره، الأيام ذيك ما هي زي الآن، الواحد وين ما يمشي ينزل راتبه في صرافته، ما في حتى عند الناس حسابات في البنوك ما عنده، والبنوك ما عندها شبكة زي الآن، تحول وصلت على طول، الحين تحول بالمباشر، لكن تروح مثلا بتحول، تحول في شبكة داخلية في كل بنك، ما تتعدى البنك، تحول مثلا فلوس، يرسلون فاكس، جاتكم حوالة الفرع الفلاني من المدينة الفلانية للمدينة الفلانية، بمبلغ كذا كذا، الفاكس مر يطلع عمى كذا مغطش أسود، ومر ما يصل، ومر ما فيه ورق، ومر يعني ويبالك 3 أيام حتى تصل الحوالة. المهم جاني الرجال هذا دوره، وجاني علمه إنه جاي دوره، ولقفته وأكرمته، والرجال بيني وبينه يعني عدة صلات. الرجال قام الرجال وديته للكبينة يتصل، وله يكلم والله ما أدري أخوه ولا منه، له يقول: والله ما في جيبي ريال، حول لي فلوس، حول لي دراهم. قلت: على الطلاق ما يحول لك ريال، ولا تحول لك ريال ما دمت في المنطقة دي، وإنك معي خوي على الجنب، والله ما يلحق ما تخسر ريال لين ترجع لأهلك. المهم حاول عيت رفضته، خذيته، أخلص دوامي لقى العصر مريته، طلعنا وتمشينا وعينا من الله خير، تقهوينا وتعشينا ورديته ورحت العمل، ولقى يوم الربوع مريته وخذيته ورحنا لحد المنطقة، ما حقل ولا البدع ولا شرمة ولا ضبع ولا أي مكان، وهذا على المنوال 4 أشهر. ويوم جاب يروح يبغى له مقاضي، يبغى له مكاسي لأهله وأموره وعياله وإخوانه وقرايبه وأمه، أعطيته 5000. والله ما هي منه لا والله، لكن صدق الشاعر ما يقول: لقد كشف الإثراء عنك خلائق من اللوم كانت تحت ثوب من الفقر. المهم راح الرجال، خذيت لي سنة، جيت في 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 مقاطع موجودة مكتوبة سنة الصرف، وإن ضيع فلوسي، واني اجي هوم جيت اجان عليه مشكلة، جاء عليه مشكلة توقفت الرواتب. يوم جيت له والله ظروفه ما تشوى، قلت: والله ما يجيني ريال. قال: لا والله فيه فلوس عند اخوي، ويقابلك بكرة في المكان الفلاني الساعة 10 بيعطيك. قال: والله اني محتاج ما عندي شيء، ضاعت فلوسي والله ما عينت من هلا 51 ريال. المهم يا طوال العمر واقوم واروح، دبرت حالي بفلوس، سلفت من رجال المطلق، وقضيت اموري اللي جاي من شانها. يمكن اليوم الثاني جيت في المكان هذا ولاد اخوه اللي معه 1500، خذيتها ومشيت، قلت ردها عليه عيا، خذيتها ومشيت. خذينا والله ما ادري كم سنتين ولا حولها، وله مرسل لي ارساله مع رجال 3000 ريال، بقيت 500 ما زدت عينت لها، خذينا 7 سنين. يوم جاء عقب 7 سنين، ولا والله ما طحنت من الظروف، طحن طحن ما هو بشوي، لحقني زمان شين وعدم وعلى ما قال الرجال دون وجه، وده فقير وده غني. المهم لحقتني ظروف، ولا والله الرجال قد راعي معارض وراعي يبيع وشرى وقد يقصد السيارات، وربي يرزقه، والله يرزقنا ويرزق خلقه من وسع فضله، وهو والله يستاهل. المهم اني رحت له، ويوم جيت له هذا في معرضه: السلام عليكم. عليكم السلام. لا والله يوم ما انزوى وشان وجهه ولا زال لي، لكني حجارة نازلتني فوق راسه، الله وانا لي بغيت امشي. قلت: يا ولد تمشي وانت ساكت؟ على ما قال رفيق اللي يمدح كل من جاه، حنه ولا نست الضمالات حنه. يا ولد بكلم. قلت: يا ابو فلان. قال: نعم. قلت: انا لحقتني ظروف. على ما قال المسولف:
لا ضحكت الا والبكا مرد فلها ولا شبعت الا مكتبها جوع. اليوم عندي ظروف ولا بد ما تجين الدنيا، والسيارة مثل ما تشوف والله ما الله غفر ذنبي ما توديني مشوار 100 كيلو، وأحوالي ما تعجبك، واليوم جيتك وسلامتك. الله يحييك، والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء، والله ما عندي. المهم انه تعذر لي بعذر مبايخ. افا وين الخوت 4 اشهر؟ وين العلوم؟ وين عاود اقوم؟ قلت اقول، قال نعم. قلت تدري اعطتنا 500 اللي عندك، احشرتني اني اخليها، غير بتفيدني اذا الحين في الوقت الحالي. وال 500 اولا في ذاك الوقت بتمشي بيتك 15 يوم نبت طيب ما يكون، حتى لو تبغى ذبيح. المهم خذ 500 ودبرته وتركته واتلع هديبه. انقطعت منه يمكن حدود 15 سنة ولا اكثر حدودها، واني اجيه لي مكلف عندها انا من والديها سلم عليها، ولا والله انه باقي على علته الاولى. واتلع هديبه قبل 20 سنة ما دخلت له بيت ولا عاد، لا عاد جاني ولا عاد جيت. فنصيحة لا تدور المعرضات، اذا نصيك الرجال في لجوم الله يعينك دون وجهك ودون شيمتك، قم باللي تقدر به الين تصل حدك. فلو وصلت حدك قل والله انا وصلت حدي يا مسلم ولا عاد اللي قدرت فيه. وان كان ما نصاك في وضع لا تتبرع، لا تتبرع بعدين تصبح له والله ترى ما يقبل التبرع ذي الا واحد انه ما هو موفي. فاليوم حنا حمد الله ونشكره في نعمه، والله يا التاجر ويا الرجال اللي متوسط الحال ان حالهم واحد. والله ان البيوت فيها كل خير، لا بيت التاجر ولا بيت الفقير من فضل الله. لا احد يقول نحن في فقر، لا والله ما نحن في فقر ونحن في نعمه ونشكر الله ولا نجحد نعمته. اذا جحدنا النعمه والله انها مصيبتنا على روشنا، تاكل وتشرب وتلبس. حتى اللي ما عنده عمل الان يركب له سياره 2024 هو ما عنده عمل، شوشته وشعوره مواصله اكتوفه ولا عنده عمل وعلى سياره جديده. وحنا الان في وقت حمد وشكر والله يا وقت النولاء، ان الرجال يدور له 100 ريال انها ما يعينها عند طيب الرجال اللي مع الرجال. لا بها بنوك تخش فلوسك فيها ولا بصرف تنتصرف منها على مهلك، فلوسك في مخباك. كان شافها واحد محتاج طلبك سلفه ان خشيتها فلاهي مندشت لك، وانت عذرت في شرها. وان الوقت الحالي المفروض والله نكثر من الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره اللي على فضله ونعمته. السلام عليكم.